الوطن صافن وشيعناه مسباعه، وحكام البلد عالبلد طرقاعه، حلوا من شغلهم قبل للتابوت، وواحدهم شبر ما يملك بقاعه. شنه الامهات شلون ما ترتاح، الاسود فوقه يكرهن وداعه. اش كم طير الوقع هزتوا طق لجناح، اش كم طير الوقع هزتوا طق لجناح، اش كم شايب بدم خبطه وجاعه. يزيد مكلب بكرسي الحكم، والناس تزور حسين بس ما تعرف اطباعه. سياسيين لحد يلطم على حسين، جا هذا البلد يا اهل مصباعه. امزيان الحسين ويانا ما موجود، جا خيركم ويا ما يضل ساعه. الظلم والجور والهم دار خينا، من امس مو من جزينا دار خينا. السيدة زينب تقول الظلم والجور والهم دار خينا، من امس مو من جزينا دار خينا. من شتمون رأسا دار خينا، راسا من الرمح واهتز علي. اللي يبدي بخير بالشر ما نبدله، يتبدى الدم شرفنا ما نبدله. اللي يبدي بخير بالشر ما نبدله، يتبدى الدم شرفنا ما نبدله. ترى العباس واحد ما نبدله، بنهر صاف وظهر وبطف خيه. الرباب تقول عطش وشفاه يبسن حر من الريج. عبد الله الرضيع عطش وشفاه يبسن حر من الريج، على دم يرتو ليد حرم الريج. سهمك من وصل لحرم الريج، تكسر ريجة بين احضان بيه. وكأني بلسان حال السيدة زينب عليها السلام، وهي تشرح ما جرى عليها في السبي، فتقول الدفعول الدراهم وقت يدفعنا، الدفعول الدراهم وقت يدفعنا، والدنان على صيت العنبر الدنة خربت وبخرابة نام علويات. وما تفرق ترى القاع وملامحنا، من تمشي بدرب بيروس اخوتك فوق شكثر من تموت هنا تتمنى. من تمشي خادم الدفعول الدراهم وقت يدفعنا، والدنان على صيت العنبر الدنة خربت وبخرابة بات علويات. وما تفرق ترى القاع وملامحنا، من تمشي بدرب بيروس اخوتك فوق شكثر من تموت هنا تتمنى. مشونا بدرب بميت العاقور، مشونا بدرب بميت العاقور، بحيث من الشمس نشفت مدامعنا. وكل ساعة مشونا بدرب بميت العاقور، بحيث من الشمس نشفت مدامعنا. وكل ساعة يميل الرمح بالعباس حنين وراسه فيس الله اخويا لنا. وكل ساعة يميل الرمح بالعباس حنين وراسه فيس الله اخويا لنا. ونخلص الظهر والدرب يطوى القام، والمغرب يجينا وحال يخنقنا، كل ما نمشي ننقص مو درب غربين. ونخلص الظهر والدرب يطوى القام، والمغرب يجينا وحيل يخنقنا، كل ما نمشي ننقص مو درب غربيل. خير ماكو بس الموت يلحقنا، عبد الله برمح جائل من الكاروك. ونخلص الظهر والدرب يطوى القام، والمغرب يجينا وحيل، كل ما
نمشي ننقص مو درب، كل ما نمشي ننقص مو درب. خير ماكو بس الموت يلحقنا. عبد الله برمح شائل من الكاروك يحكي بعينه ليش اش بدر من يمنه، وشوف القاسم على الرمح ما مرتاح. عمت عيني واشوف القاسم على الرمح ما مرتاح، عمت عيني بطت بجفوفه بس حنه. من يطوي الدرب ويرجعنا النوق ويرجعني يم حسين اود عنه، بعيدا عالسبي عالشتم عالحراس بس لكثر ترى العباس يوجعنا. بعيدا عالسبي عالشتم عالحراس بس لكثر ترى العباس يوجعنا. امشي والتفت بلكت يردينون، امشي والتفت بلكت يرد يقوم. البلكة تخلصت للشام وصلتنا، امشي والتفت بلكت يرد يقوم. البلكة تخلصت للشام وصلتنا، ولا كلمة هلا بس الشتم بالشام. ومو بارو نسد عنهم مسامعنا، هسا كبارهم ما بيها كل الخير، الصغير شمال هسا كبارهم ندري كبارهم ما بيها كل الخير، الصغير شماله يغلط والله هضمتنا. وجواحد ركض ركض قلت يتلقى يجوز يتلقى يجوز، وصلت عليها يمنى وظل يشتمنا. وكل هذا السيدة زينب تقول كل هذا الخدر ظل عندنا خط احمر، واذا عباس ميت زينب تحضر. كل هذا الخدر ظل عندنا، واذا عباس ميت زينب طبات القصر وهم طبت الثوار. ومو حايط حجيت وجوه تتفطر، يزيد افرش شليلك جيتك تحضر. ترى بموتتها المكسوره بس افخر، مره بس من نسالف سلم تتكتر. اشتبا وجف لو فقار ذا الشر، شايب جايب من بعيد وسمع صوته وقال هذا الصوت عرفه يمكن الحيدر. كل هذا الخدر ظل عندنا خط احمر، واذا عباس ميت زينب تحضر. يزيد افرش شليلك جيتك تحضر، ترى بموتت هلي مكسوره بس افخر. طبيت القصر وهم طبت الثوار، مو حايط حجيت وجوه تتفطر. اشتبها وشف لو فقار ذا الشر، مرة بس من نسولف زلم تتكتر. شايب من بعيد وسمع صوتي وقال هذا الصوت عرفه يمكن الحيدر. نعثر بالدرب من التعب مرات، اهل البيت ابد بحجاية ما تعثر. نعثر بالدرب من التعب مرات، اهل البيت ابد بحجاية ما تعثر. انا عمة استاذة انعمت عينك كون، انا عمة استادة انعمت عينك كون. اذا رتدع حتى القيد يتكسر، انا عمة استادة انعمت عينك كون. اذا رتدع حتى القيد يتكسر، تقطع روس اخوتي تقطع روس اخوتي تقطع وسولي تريد، هل زرع الله تقطع نردها من ثمر. تقطع روس اخوتي تقطع وسولي تريد، هل زرع الله تقطع نردها من ثمر. تمحي من ولك تغسل الماي بماي، تمحي من ولك تغسل الماي بماي، قصرك كله من عبد الله شوفك صار. تمحي من ولك تغسل الماي بماي، قصرك كله من عبد الله شوفك صار. تطلع كل هلك حطهم قبال الناس مو ويا اهلي ما قارنهم بقنبر. طلع كل هلك حطهم قبال الناس مو ويا اهلي ما قارنهم بقنبر. عدر اللي يندفن جوا التراب ويصير، واحنا اللي يندفن من اهلي على اكثر. صلوا على محمد وآل محمد. وبعد دخول الرؤوس رؤوس أهل البيت عليهم السلام إلى قصر يزيد عليه لعنة الله،
أنا من ضمن تلك الرؤوس، رأس المنير وفي عينه سهم مكسور. فأخذه يزيد في حجره وبدأ يتأمل بالرأس، فسأل شمر بن ذي الجوشن من صاحب هذا الرأس، فلم يجب. وسأل عمر بن سعد من صاحب هذا الرأس، فلم يجب. وسأل شبث بن ربعي من صاحب هذا الرأس، فلم يجبه. فكان أحد الفرسان مرتجفا واقفا، فأجابه قائلا: هذا الرأس بيدك قاطع، عش كم رأس خلص جيشنا وما خلص العباس. هذا الرأس بيدك قاطع، عش كم رأس خلص جيشنا وما خلص العباس. الشمر قائدنا لكن من برز على الجيش ظل خاتل ورانا يخاف لا ينداس. الشمر قائدنا لكن من برز على الجيش ظل خاتل ورانا يخاف لا ينداس. عمر يا بن سعد لا تجرب احكي شبيك كله على النهر شو مغرق الحراس. عمر يا بن سعد لا تجرب احكي شبيك كله على النهر شو مغرق الحراس. شبه ذب العمامه وكله صار انقاب، قلنا ليش عجب قال الشمس تنجاس. شبه ذب العمامه وكله صار انقاب، قلنا ليش عجب قال الشمس تنجاس. وانا الشاهد ترى لطفوا كل صار، واحكي لك العدله ويمك المقياس. ودينا للف رد الالف ملفوف، ما تعرف تميز الرجل عن الراس. زيدنا العدد والكثره قلنا تفوز، زيدنا العدد والكثره قلنا تفوز. النوب الكثره قامت بالعكس تنقاس، لمهم مثل زاد مطشر على القاع، لمهم مثل زاد مطشر على القاع. ونكتهم عشر يعب ساع هيك بساع، ودينا لطارش للصلح بس قال اللي يبدي العركه يتحمل بطق الاسباع. ودينا لطارش للصلح بس قال اللي يبدي العركه يتحمل بطق الاسباع. الكتيبه الاولى راحوا ورجعوا بلاروس، الكتيبه الثانيه اشكم جندي منهم ضاع، الكتيبه الثالثه لا ردهم امنين بس المشكله كلهم نقص الذراع. واخيرا حتى لا اطيل عليكم، بعد خروج الامام الحسين في ليله العاشر متاملا الخيام، فكان احد الانصار بظهره كان يتعقبه، خلنا نحكيها بما لا تهمني، فكان يمشي ورا الامام الحسين سلام الله عليه. فانتبه للامام الحسين، قال له ما بك يعني تمشي وراي بظهري؟ قال له اخاف عليك من الاعداء ان يغدروك. فقال حسن، فمشوا الى ان وصلوا لخيمه السيده زينب سلام الله عليه. فدخل الامام الحسين قال له انت انتظر برا الخيمه. فجرت محاورة بين السيدة زينب والإمام الحسين، فهنا السيدة زينب سئلتها عن الأنصار، قالت لي يا حسين هل اختبرت أنصارك؟ فسمع الشخص اللي برا الخيمة، فراح مهرول إلى خيمة الأنصار يتوسطهم الشيبة حليب بن مظاهر، فقال له هيك وهيك الحكي. فمن سمعوا الأنصار بعد ما قدروا راحوا ركضوا خيمة السيدة زينب، فتوسطهم حليب بن مظاهر، فقال للسيدة زينب هنا لا توصين، لا توصين عمك ذب العمامة والسبعين كلها تطيح قدامه، لا توصين عمك ذب العمامة والسبعين كلها تطيح قدامه. أنا حضرة الشايب بس وصيتك هاي أرجع شاب بالطفشات تحزامه اللي يطخ الخيمة. أنا حضرة الشايب بس وصيتك هاي أرجع شاب بالطفشات تحزامه اللي يطخ الخيمة مو بيده بحكي بنظرات زينب والحسين نكسر عظامه، اللي يطخ الخيمة مو بيده بحكي بنظرات زينب والحسين نكسر عظامه. بس يامر علينا صغارنا وشياب مو بس الخود ننزع ترى الهامة، ننطر واحنا وحسين ما ننطيه، ننطر واحنا وحسين ننطر واحنا وحسين باب الخيمة خد وانصاركم شامه، ننطر واحنا وحسين ما ننطي باب الخيمة خد وانصاركم شامه. الهوى يتفتش، الهوى يتفتش ويعبر لعدكم خام، شنب كيف الهوى يطب واقفة سلامه، وما نبصم له بالدم هيك احس تقصير نقطع حنو كل من سلم بهامه. وأحد السيف بيدي اليوم ما مش نوم، زينب حشمت والليل ما نامت،
وشايب قالوا وما يقدر وتعبان، وقالوا يحلم وما حقق أحلامه، وقالوا ما يوجد والجيوش هواي، وقالوا هذا بيده موقع إعدامه. وقلت لهم الميت على حسين يعيش، قلت لهم الميت على حسين يعيش، أنا الخوف بي مشقق لثامه، باكر من نهد دخل سجق الشبان، باكر من نهد أخلص إش قد شبان، عشرينات أريدا من يلاقوني، أشوفهم جزء من سطرة العباس، أقول يا علي وفنهم يرجعوني. هذا وسلام.